الرد ليس مقصورا على أهل الكفر والبدع فقط، وإنما حتى على أهل السنة ممن أخطأ منه وظهر خطأه بين الناس. فكيف بمن ينتسب إلى السنة وهو يخالف السنة؟ يعني الرد ما إلا على الكفار، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يقول لك ده الكفار، ده الكفار يا مولاه، تبت يدا أبي لهب وتب. يقول لك ده كافر كافر. ما هو الرد ما على الكافر بس، حتى المسلم إذا كان حتى من أهل السنة بل ولو كان من العلماء إذا أخطأ وانتشر خطأه بين الناس أو أخطأ بين الناس لا بد من إنكار هذا الخطأ بين الناس، بين الناس. وهذا الذي درج عليه العلماء. طبعا الناس بيقول لك انتوا بتردوا على العلماء، كان أخير تقيفوا في الرد على الصوفية والجماعة دي، لكن الناس ما تردوا عليهم يا ما أفدعت. لا، ناسك ذاته الأخطأ في الملأ يرد عليه في الملأ. لذلك ابن باز رحمه الله واستشهدوا بكلام العلماء وهم بخالفوا كلام العلماء. ابن باز رحمه الله في التعليقات على العقيدة الطحاوية، صاحب العقيدة، صاحب العقيدة الطحاوية، هل هو من العلماء أم أنه من المبتدع؟ صاحب العقيدة الطحاوية أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ده من العلماء. قال رحمه الله: والإيمان الناس في أصله سواء. قال ابن باز: هذا الكلام فيه نظر بل باطل، هذا الكلام فيه نظر بل باطل. أقول لك قل فيه نظر، لا لا بقول باطل. ليه بقول باطل؟ مرات أقول فيه نظر، لأنه ابن باز قال لك فيه نظر بل باطل، وبل من أدوات العطف، واستخدام أدوات العطف ضرب من ضروب الحصر، وفيه إفادة صحة ما بعد الأداة وترك ما قبل الأداة. بل باطل، ده صحيح أنه باطل، وده كلام منه ملاز الرد على الطحاوي رحمه الله. ابن كثير رحمه الله في تفسيره يرد على علماء، منهم ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد وغيره، قال في تفسير قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات أي الخمس والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام، فيه نوع اهتمام. فذكر الله الصلاة الوسطى بعد ذكرها في ضمن الصلوات الخمس، فالعلماء اختلفوا في المقصود بالصلاة الوسطى، والراجح أنها صلاة العصر. قال ابن كثير: وقال بعضهم الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس. قال: والعجب أن من القائلين بهذا القول الإمام البحر الحبر أبو عمر ابن عبد البر، وإنها لإحدى الكبر. والله قال كذا، أرجع التفسير بيردوا، ما يقول لك الرد، الرد بس على منو؟ على الكافر كذا والمبتدع. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. والنصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نصوص كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي بصحيفة من التوراة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ إلى آخره. صحابي جليل رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما في سنن الدارمي يقول: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما أراد أن يشفع للمخزومية التي تسرق تستعير الأواني ولا تردها فحكم بقطع يدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ بل أورد النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الله، قال في البخاري ومسلم، أورد الحديث وقال متفق عليه أي في البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها غرام وكانت فيه تصاوير زي ستارة وفيها شنو صور، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه رأى التصاوير هتكها وقال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. غضب لله سبحانه وتعالى، والرد على كل من خالف سواء كان عالما أو طالب علم أو غيره، لكن الرد على المبتدع مع التحذير منه، والرد على العالم من أهل السنة ممن يريد الحق يبين خطأ العالم، خاصة إن كان خطأه خارج الأخطاء التي تكون في أصول الدين والمنهج ولا يحذر منه. أما من انحرف في منهجه وإن انتسب إلى أهل السنة والجماعة وخالفهم فيحذر من خطأه ويحذر منه.